العافيه، معاكم عبد الله، معكم جازي في جراج. اليوم عندنا حلقه سبيشل. بابا لا تاهو ولا باتريه، نروح نشوف شو عندنا. ما شاء الله تبارك الرحمن على الدخل والله. طبعا هذا مرحله الميكانيكي حق الموسم. هذا الميكانيكي فيصل جاي بعدته، فيصل له يعطيك العافية. مين بيضبط الموضوع غير جنسي اوردر؟ دوام الله. اوريك انت راح اركب اليوم. طبعا شنو مشروع اليوم؟ بنركب هذولي ليزر، كشافات ليزر فوق، شكلهم قريب من شكل الجي. انا اقول لكم الحين، لا ما نشوف لهم. طبعا هم امرجنسي اوردر راح يركبونه كله، راح يركبونه ظفيرته، ولكن انا ما احتاج ظفيرته لانه راح اركبه على سويتش السبيد تك لايت الاس تي ال. هذا انا اوريدي راكبه بس وصل عليه وشغله طفيل ان شاء الله راح يكون كذي. راح نقبله قبل هني ويتسكر بسيل حق الظفيره، واحد يمين واحد شمال. ها فيصل اوكي كل شيء تمام؟ هذا امرجنسي اوردر ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا نفس الشوروم موبايل، هذا اللي كشافات الريزر، هذا الكشافات فيه انواع وايد، ولكن ثلاثة حاطينهم مكعب واللي مركبه معنا فيه كنا اكثر من واحد. شغل في البصر ما شاء الله، حتى الكرسي اللي قاعد عليه ولدي. هذا الواتساب والانستغرام والسناب شات. يلا سوي تشيز. سوي تشيز. هذا الشروكي دخلنا غراز عشان يشغله. ما شاء الله ما شاء الله. المقاس يمين نفس الشمال لازم ها؟ ايه عطي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تسلم ايدكم تسلم ايدكم. باقي الثاني الحين توصل الكهرباء. هذا هو كرتونه اللي اخذته اسمه لينير 6 اليت. هذا الاليت مو العادي. طبعا هذا ميد ان ذا يو كي وعليه كفاله 5 سنين من عند امرجنسي اوردر. ما شاء الله كواليتي تبع اليو كي لا يعلى عليه. حق اللي يبي مواصفات هذه مواصفاتهم كلهم. انا على اللينير 6 اليت لينير هذا واحد اوكي لينير 6 اليت. هذا مواصفاته صراحه ما اعرف ولكن يعزي قوه الليت و3 لوكس و 1.25 لوكس سواب. هذه صراحه ما ادري ولكن انا شفت بعيني انه يستاهل. وبس والله في ال 12 انش اسمه لينير 12 اليت. مدى كنا اكثر مدى اعلى ولكن وايد كبير على الشروكي يصير وايد كبير. طبعا ما راح اركب له سويتش مع انه جاي وياه ضفيره. راح نركبه على قطعه الاس دي ال هذه الريموت. حط عليه الليت بعلوها. هذا راح يكون شغله وتخفيف بالريموت. هذا هم متوفر عند امرجنسي اوردر. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا ركب ما شاء الله تبارك الرحمن. وشنو ريموت ما شاء الله تبارك الرحمن. بدون سويتشات الاس تي ال امرجنسي اوردر والليزر من امرجنسي اوردر. لا احد يكبس لي لا اروح وراه واعطيه كذي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما ادري كم لومن بس ما شاء الله. هذا ترى اصغر واحد هنا 6 انش في 12 ما ادري 15 انش بعد. هذا 6 انش كافي وافي حق سياره صغيره حلوين. ما كنت طالع ما شاء الله. طبعا شغلي كله صار ريموت داخل الكبوت في ليت. هذا شغله هذا
بالايدي، وهذا باقي لي بعد اثنين فاضيين، خليهم كلهم ريموت واحد. والله اليوم حر. كذي وصلنا نهاية حلقة اليوم من الشروكي. بس بلشت انفضه اليوم، ركبوا شباب ما قصروا، كشافات ليزر قصة الجي كلاس، وايد عاجبيني كانوا، ركبوا اياهم ما قصروا. بدلت بطارية، انا كانت مقنسة من الوقفة، بس بعد ما قضوا السقف، ترى لازم في قضوا السقف عشان تركب الكشافات. قال لي خلى يومين، حطوا سيرات حطوا كل شيء، قال لي انطر يومين قبل لا تغسلها. الوضع، شوف الوضع، هذا الوضع وصخ، ولكن مع انه وصخ ما شاء الله تبارك الرحمن. وين هذا؟ خلينا نشتغل. هذا يبي له تدي البطاريه بعد. اوكي ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا الشاب معناته شغال، هو يصير مثل سليب مود عشان ما يصرف البطاريه. كذي امورنا طيبه، قواكم الله. نشوفكم حلقه ثانيه مع تصليح السكاري. فيصل.